طيب دكتور، لما بيجي لك مريض في العياده وحضرتك عندك كل الاختيارات دي، عندك ميزوثيرابي وعندك حقنه التخسيس بتاعه السكر وعندك اجهزه، بتعملي ايه؟ يعني ازاي بتقدري تستخدمي كل الحاجات دي بارلل، ولا لازم بتختاري حاجه دول بس اللي ينفعوا لك دول لا؟ بتعملي ايه؟ لما بيجيني مريض واشوف مثلا ان السكر التراكمي بتاعه خلاص بقى 6، تمام، خلاص ده مريض خلاص داخل في سكر، اوكي، مريض مثلا بيشتكي كمان ان هو عنده مشاكل هتبقى في القلب نتيجه السمنه نفسها، بضطر ان انا اتعامل مع المريض ده هوت ان هو دي حاله لازم ان انا انزلها على قد ما اقدر. اكتر حاجه طبعا ببقى مركزه عليها جدا منطقه البطن، لان منطقه البطن دي انا شايفه ان هي سبب كل المشاكل، يعني دهون البطن دي نفسها هي اللي بتجيب لي عندي الضغط، السكر، القلب، كل المشاكل كلها. ببدا اتعامل الاول مع دهون البطن دهيت كانها حاجه لازم تنزل، يعني لازم تنزل. بالنسبه بقى ان انا استخدم له مثلا ميزوثيرابي، استخدم له اجهزه، دي بتبقى على حسب الدهون نفسها اللي موجوده نفسها. هل هو مثلا هنمشي على بروتوكول مثلا ان احنا هنمشي على اجهزه النحت دي لفتره معينه، مثلا بناخد مقاسات وبنشوف نزل قد ايه كل مره. هل بقى بنلجا، انا عن نفسي انا بلجا اخر حاجه لحقن اللي هي الترند اللي هي التخسيس دي. دي بقى ببقى مع الناس اللي هم ايه بقى، خلاص هم عملوا دايت كتير، زهقوا، هو خلاص واخد الخطوه اللي جايه ان هو هيدخل عمليات، حد ما بيقدرش يمنع الاكل، حد عنده كريفنج للسكريات رهيب، حد بيقوم بالليل من النوم مثلا يقولوا له وهم قاعدين اهله معاه ان انت قمت وكلت بطريقه غير طبيعيه ودخلت نمت تاني، هو مش حاسس. لازم يخس عشان الامراض المزمنه، الضغط، القلب، السكر، الكوليسترول، فدي بصراحة المفاصل والركب. فدي بصراحه يعني يعتبر انا الاتجاه التاني اللي انا بلجأ له ليه مع الناس اللي هم اصلا مش عارفين يعملوا دايت. بس برضو لازم بفهمهم ان انت لازم تغير اللايف ستايل بتاعك. مش هينفع مثلا وانت بتاخد حقن التخسيس دي تعتمد مثلا على السكريات بس، ما ينفعش، ما انت برضو مش هتجيب نتيجه، او هترجع تاني لنفس الوزن اللي انت كنت فيه مهما خسيت بعد كده. فهي الاختيار بيبقى حسب اللي قدامك نفسه. مظبوط طبعا.